النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. استشهدت الطفلة إسلام أحمد شاهين نتيجة الجفاف وسوء التغذية جراء استمرار الحصار المفروض على مخيم اليرموك للاجئين منذ ما يزيد عن 200 يوم، ما يرفع عدد شهداء الجوع إلى نحو 100. استشهد أمس الجمعة شابين هاني سلامة أحد كوادر كتائب القسام وإبراهيم الصعيدي من كوادر الجبهة الشعبية جراء انفجارين غامضين وقعا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. قتل 62 شخصاً أمس الجمعة في مناطق مختلفة في سوريا من بينهم 10 سيدات و12 طفلاً حسبما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أعلن 12 عضواً من المؤتمر الوطني الليبي استقالتهم بعد التظاهرات الكبيرة التي عمت معظم المدن في ليبيا رفضاً لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام الذي كان من المفترض أن تنتهي الجمعة. وأخيراً حدد علماء من 3 جامعات دولية الطريقة التي كان يمشي فيها نوع شهير من الديناصورات التي تم اكتشاف بقايا أحدها في السعودية قبل شهر. ويعرف الديناصور الذي عاش ضمن عائلة ثيروبود بأنه الأشد فراسة وآكل للحوم، حيث عاش في نهايات العصر التباشيري قبل 72 مليون عام. نهاية النشرة، إلى اللقاء.